موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وللنصيحة في الإسلام شأن عظيم بلغ الحد الذي اختصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين كله في كلمة النصيحة، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقطب رحى الدين ولبه وجوهره هو النصيحة، فإن المؤمن مرآة أخيه يرى فيه عيبه. هذه فائدة التناصح الإصلاح. وأيضا مما يروى: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ليس هناك علو من الناصح على المنصوح أو رسالة ضمنية أنني أفضل منك أو أنا أعلم منك أو أقرب إلى الله منك، وإنما وظيفة التناصح هو هذا الذي عبر عنه في هذا الأثر: المؤمن مرآة أخيه يرى فيه عيبه، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. وقد قال الله تبارك وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. اشترط في التذكير أن تنفع الذكرى، ثم بيّن من الذي ينتفع بالذكرى، فقال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. ونعمة الهدية كلمة من الخير يسمعها الرجل ثم يهديها إلى أخله. فكل المسلمين مسؤولون عن التناصح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حتى العاصي حتى المقصر هو مطالب بأن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقد قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهنا الإنكار متوجه إلى عدم التناهي عن المنكر، هذه قضية أخرى غير فعل المنكر. فعل المنكر معصية، لكن يضاف إليها أيضا عدم التناهي عن المنكر، وهذا الذي قال فيه الله عز وجل: لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك قال بعض العلماء: فرض على شارب الكوس أن يعظ بعضهم بعضا، رغم أن هناك ذنب شرب الخمر، لكن هناك ذنب آخر بما أنهم في جماعة، وهو أن يعظ بعضهم بعضا. وقال بعض السلف: إني لآمركم بالشيء ولا أعمل به رجاء أن أؤجر فيه. حتى أن حث الناس على الفضائل، على السنن، على أبواب الخير، حتى لو كان الإنسان لا يؤديها، وهذا طبعا مذموم، لكنه يثاب على ذلك لأنه يسن بذلك سنة حسنة ويفتح للناس بابا من أبواب الخير.